جاي في المادة 60 بعد 200 في نظام الشركات في باب عقوبات الجرائم الجسيمة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا وبغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مصفي أو مراجع حسابات سجل متعمدا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة بشكل يضر بالشركة ومصالحها أو الشركاء فيها أو المساهمين فيها. وكذلك كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستغل أموال الشركة أو السلطات الممنوحة له بموجب تلك الصفة استعمالا يضر بمصالح الشركة وشركائها ومساهميها.